عليكم ورحمة الله وبركاته. لن تصدق ماذا قال محللين بين سبورت عن رياض محرز اليوم بعد فوزه على مانشستر سيتي، بعد فوز مانشستر سيتي أمام باريتون 3-1. تعالوا مع بعض نشوف شو الموضوع. لا تنسوا اخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة. يتصدر بشكل مؤقت فريق مانشستر سيتي بانتظاري نتائج فريقي. أرسنال مكاسب كثيرة أبرزها كالمعتاد إضافة هالاند للمزيد من الأهداف، يضيف هدفين في مباراة سجل فيها دي برويني هدفا رائعا. مستمر معكم في هذه التغطية مشاهدينا الأعزاء بعد أن تمكن مانشستر سيتي بقيادة هالاند من تجديد العهد والفوز مرة أخرى على برايت. كيف عن لقاء تشيلسي ويونايتد، ذكركم سريعا بما حدث اولا في ملعب الاتحاد، ثانيا في جودسون بارك. ملعب الاتحاد تمكن مانشستر سيتي من تحقيق انتصار مهم، والهدف الثاني للسيتي هو الهدف رقم 600 لغوارديولا كمدرب للسيتي في البريمير ليج، ثالث مدرب في التاريخ بعد ارسن فينجر واليكس فيرجسون يصل لهذا الرقم الكبير من الاهداف وفي سنوات قليله مقارنه بفيرجسون وبسيتي. يعني استمر اكيد فريق سيتي في تحطيم الارقام القياسيه خاصه على مستوى الهجوم. هالاند يستمر تسجيل الاهداف بعد اصلاح النتيجه، تمنيات الهدف الثاني عن طريق ركله الجزاء. كان هنالك خطا في الشوط الثاني من حارس المرمى بعد تسديد تروسارد اللي قبل منها الهدف في تبديل الفارق سيتي نوعا ما. فالطبيعي ايدرسون يتصدى لهذه التسديده. انا اراها سهله بالنسبه للحارس في قيمه ايدرسون، احنا اكيد نقيم الحارس على حسب امكانياته وعلى حسب كذلك الفريق العراقي، لكن خطا وقع من حسن الحظ وانه شاهدنا الهدف بعد عمل هدف جميل من دي بروين برناردو سيلفا وتسديده دي بروين. يمكن فيها قليل يعني ديفليكشن، لكن الحقيقه دي بروين من اللاعبين المميزين بالرغم انه لم يكن في المستوى العالي، لكن اضافته دائما واضحه على الفريق. احد اهم انتصارات ايفرتون لا بعد بوز ثاني من عندي، بعد واحد ثاني من عندي عبد العزيز، بوز ثاني من عندي بس حاتم هذه بوسه مع ضمه. تفضل عندك الحكم. انا تفضل انت تخوضني الاستوديو. تفضل كابتن، انت المسؤول على الاستوديو، انت خذ الاستوديو. طيب شكرا لك كابتن طارق، شكرا لك محمد، شكرا لدكتور طارق ولكابتن حاتم. طبعا اليوم في موضوع مهم جدا وهو كريستيانو رونالدو. صحيح كابتن طارق تحدث، او دكتور طارق تحدث بشكل يعني لربما من زاويه مختلفه عن كان متعاطف مع رونالدو. احنا فتحنا موضوع بدايه الاستوديو وانت كان متعاطف، وانت سالت سؤال بان النادي اكبر، لربما يكون نادي اكبر. انا اقول رونالدو يؤثر في الاجيال وفي الصغار، تصرف غير صحيح. انا احب رونالدو بس انا الوم رونالدو على التصرف. هو عزيز هو ملام. انا كلامي أن الأساطير والنجوم كرة القدم يجب أن يتم تقديرهم. صح. صحيح. بطريقة أو بأخرى. صحيح. هل اللي حصل هذا ما هو إنصاف للاعبين النجوم الكبار. صحيح. والرموز يجب أن تحترم. صحيح. ولكن في فترة من الفترات يجب أن يكون هناك يعني مواكبة للزمن، لأجيال جديدة، لحقبة جديدة، فبالتالي تضطر لعمل تجديد للدماء. وفي واحد ساكت طبعا، لا علق ولا قال. لا لا علق 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 حاتم رونالدو علقت التمور بنتارك الكابتن. بس هو شهادته مجروحة لأن لعب في هولندا، فكان متعاطف شوي مع الهولندي شوي. مع المدرب لا في أي مع المدرب. كابتن حاتم ناطر منك العسل، لا تنسى. لا خلاص انت دام انك ساكت ان شاء الله امورك طيبه، يعني مزيد من الجوائز والهدايا ان شاء الله في الطريق. شكرا لكم جميعا، اهلا بك كابتن طارق حياك الله. طبعا موضوع كريستيانو رونالدو اخذ حيز كبير على مستوى الصحافه، على مستوى ردود الافعال، منهم من طاوع وتعاطف مع كريستيانو، ومنهم من قال بان لربما تنهاج لا يلام في التعامل بهذه الطريقه مع كريستيانو ان لا يكون مع الفريق. قود الفريق ان احتواء المشكله بسرعه، لأن يعني الفريق مش في حاجة إلى مشاكل، حاجة إلى هدوء انضباط. وأعتقد أن بصراحة كريستيانو أخطأ في حق النادي، في حق اللاعبين، وفي حق المدرب. مع أنه لعب يعني اليوم فترة من هو فترة لعب من فترات مع سير أليكس فيرجسون، لعب حقبة ذهبية مع الفريق. صحيح، ولاعب معتها قدوة ولاعب منضبط. صحيح، ما هيش أول مرة، هذه ثاني مرة، المرة الأولى عدها له، المرة الثانية ما عدهاش. هذا بيان من النادي. لا، هو النادي عنده حق محق وفوز المدرب محق، لأن هناك لوائح، هناك قوانين داخلية لازم يحترمها. نعم صحيح. لأنه إذا هو ما احترمش اللاعبين كل ما شو اللي مشكلة فوضى في الفريق. صحيح. وأعتقد أن المدرب محق أن يعاقب رونالدو رغم أنه لاعب كبير ورغم أنه لاعب أعطى كثير.
هي لكرة القدم، لكن في أشياء العاطفة لا، لأن باش تنقذ الفريق وتنقذ المجموعة. من أيقونات كرة القدم الجزائرية اسم كبير كبير، نقول كبير كبير، واسمه ثاني من على 100 سنة بيتنحاش كما كان يهضر عليه على راح الملعب وين إلى في لي بوجور تاع الكلوب هذاك ما لقاش كرسي وين يقعد ولا يضرب زعف. بعد جابوا لي كرسي، تدخل الرئيس شكرا جابوا له كرسي، ولكن قاعد تحس في نفسه يتكلموا على الاخضر باللومي وما حدث له في ملعب العسكر معسكر في المباراة الأخيرة. شاهدوا هذه الصور. واحد كما أسطورة كما الأخضر باللومي. لا هي حاجة، شوف حاجة سابقة، الناس ما تخممش ولا تخمم نيجاتيف. تقريبا اوفيسيال هذه نورمال ما يشبه ذلك. لا نقولوا واش عليه نقولوا نحيوهم كي حنكوش كي الاخضر كي كاع جماعه نحيوهم ونحيو الناس ماسكاره ماهوش مشكل. تما تيك تريبيون اوفيسيال بريزيدون تاع الفريق يدير كرسي الاخضر باللومي واحد ما يقعد فيه واحد ما يقعد فيه ما كاش يجي الاخضر يقعد هو فيه وانتم كتاب يقعد نورمال في باير أصلاً. هوني كتشوف الصورة تاع بنزيما. حي الأخضر ونحي جماعة قاعد. قلت لك كيف تجي تدور بلي يا رضوان. أنا هذا مازال يعني مازال حي الأخضر باللومي. ما لقاش كرسي. يشوف معسكر. كرسي بالمفروض حتى وما كانش الناس تنوض. كما قال لك سامي الله على اسمي. قال ماما ينوضوا كاع. ماما ينوضوا كاع. وخاصة في بلاده في معسكر. ماشي قال هذا هو في نطر بين ما يعرفوش في معسكر. باللومي سي السول اللي جاب لهم الشامبيونة. لا وهذه تذكرني بما حدث ايضا لعمر بطروني يشوف مولودية الجزائر في ملعب من الملاعب هنا في العاصمة منع من الدخول بسبب الكوفيد. الكوفيد والناس كامل قاعدة في الدار البيضاء. في الدار البيضاء عمر بطروني ما دخلش. حبيت تصوت في جوميتي كراني ايضا تكلم عليها. قال لهم كنا 200 تاع ستاد رحنا نشوف ماتش ما خلاوش يجي شي تيكي باش ندخل معايا ولادي. باش يدخلوا المفروض كاين ريكونيسونس هذو اللاعبين عطاو كرة القدم الجزائرية. ما تعرضهمش يا سيدي معليش تحكي يروحوا للملعب بصح هذا السيد ماهوش يروح للوزين ولا للتياتر ولا او يروح للستاد. سي سون ليو ناتورال المفروض ان كل الابواب تفتح له. سي سون ليو ناتورال يروحوا مزيش كاتورو مزيش كاي يشوفوكم اي باسكو خلاوهم هكذايا خلاوهم هكذا. اسكو سي لا فوت تاع هاد الناس اللي دخلوا في الفوتبول في لا فيديراسيون ولا في لي ليغ ولا في لي كلوب اسكو سي دو لور فوت؟ كون تي فوا اون فيديراسيون مومبر بيور فيديرا ولا مومبر لاسومبلي ولا ما كاش اسم هكذا يوزن ما كاش سي لي مام ريكومون سي لي مام اش كتب ما كاش كرة القدم اديود اندفنت ربي يجيبها. شفت بار اكزومبل كيما كان يهضر بلالي وحنا الميليو تاعنا هذا الميليو تاعنا اللي هاني نتكلم عليه انا ماهوش دركا ما كاش دركا تيك يا با ديزون باري ما كاش. دوك الناس ما يعرفوش كرة القدم في الفوتبول بصح نورمالمون كل اللي يدير دي بالي يزيد طريق شكون؟ بدا من لامجي اصبح بطل الدولة بالي يزيد الحد يا خويا ما تدخلش انت في الفوتبول انت ما تدخلش في الكاراتي انت ما تدخلش في هذه هذا سبور سان هذا دو لي ريبريزونتيو البلاد فهمني؟ انا راح نتكلم مع دي تكنيكول تاع مولوديا صغار هذوك ديتهم من مارساي مارساي مع الزواوي ربي يرحمه والناس وعزوز الله يرحمه كي ديناهم من تما المير مع نباتو باش نباتو معاه في السونتر تاع الدراري لي تيرا وكذا ولي لي باك سوبر بوزي وكذا بصح من بعد كي